خمس عطور ديزاينرز تقدر تستخدمها في صباحية العيد. سي اتش من بريفي من كارولينا هيريرا، هذا من أجمل العطور اللي كثير مرت على ناس وايد. عطر بوزي جميل جدا صراحة وسهل الاستخدام. دولشن جابانا ذوان أداء مو بله هناك، لكن من العطور الجميلة جدا، تكثر من الرش وراح تعيد الرش كل فترة وفترة، لكن ريحته جميلة جدا. بلو دي شانيل نسخة الأو دي برفام أفضل النسخ بالنسبة لي من عطور بلو دي شانيل، كثير أحبه وبصراحة من أفضل العطور اللي يسمونها العطور الزرقة، وهو اللي بداها من أيام بلو دي شانيل أو دي تويلت. أومو سيجنتشر من سلفاتاري فرقامو، عطر القهوة مع النوتات السويتية كأنه تيراميسو مع لمسة القهوة، بصراحة عطر جميل جدا، تكلمت عنه في فترات ثانية مختلفة. برادا لوم خلص، لازم اشتري واحد ثاني، من أجمل عطور الآيرس اللي مرت علي في حياتي. إذا تبي تستخدم برادا لوم انتنس بعد يمشي معاك، بس أنا أفضل برادا لوم العادي بالنسبة لريحته.